كرن المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبض على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صوره رئيس عصابه اي حيوان انت بتتريق على لا مهابه ايه مهابه ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده ده هو ده؟ ايوه يا حاجة ايه شايف في منديل بقويا هنا وهنا قرع انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتيلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتيلز هو هيتكلم جوا لا انسى انسى يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله يعليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر وادي الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس اني راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع مني عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية ولدي لنوف في الدور ولا في الطحين تفاصيل ايه يا حاج ولدي لنوف في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقوله اسم عبد الصمد وهدان حلقوله زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على قتل أنا ما اتفقناش على كده عادي أنت كنت تعمل لي مفاجأة يا مولاي أبوس يدك أبوس يدك ما تفضحنيش حينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده ما اتفقناش على كده أبوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقتل إزاي؟ يا رب سكينة شاب ضرب في السكينة في حنكو؟ أيوة حاضر أهو شرن له بقه؟ يعني ايه شرن له بقه دي؟ جول الحمد لله حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة بالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو انك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده حاجة. انت بتعملت فيه جافيه ليه سيد الرئيس ان طعنه موكلي لحنجل كانت طعنه رقيقه كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال فضل. ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه
فالمحامي اتطبق والاتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. طلبات هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضيه، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تؤجل القضيه. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم وكل لكم سعادتكم. تؤجل القضيه لجلسه 9/9. مبروك يا حاج، القضيه اتأجلت للساعه 9. يا لهوي 5000 جنيه يا ليفي، معقوله؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسه؟ لا يا اخويا مالكش دعوه بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسه فتحيه واكلاهم ثانيه صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لم. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويزعق لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده لمح بعيني كده، شفت سيادة المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي. اه والله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه. وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي، واضح ان انت معلوماتي في القانون ضيقه. اه. سياده القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لا والنبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرقش. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف، انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل الميهيه مش عارف كده. عشان خاطر اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده، استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. قولي بقى. انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. ها نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غلي وين حلو بايه؟ السكر غلي وين حلو بايه؟ انا بنت على الركب. السكر غلي وين غالي؟ وين حلو بايه؟ غالي؟ وين حلو بايه؟ غالي؟ وين غالي؟ شوف بقى اللي بص لما ما حبش البرتقال. حبش ايه؟ البرتقال. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام الله يا رب. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجه كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت امر حضرتك، عندك كل حاجه عندك رجالي وحريمي. وادي البروفه الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفه خلي الانسه تخش تقيس جوه. خلي ليه؟ الأنسة تخش تقيس جوه. على أساس إن أنا واقف قدامك شفاف. في إيه يا أستاذ؟ أنا غلطت فين دروستم يعني؟ في إيه؟ الله 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 الله. يا عم أنا كلمتك تعز الخنا ليه طيب؟ الله. طب مالي أمك أنت اللي بتعزز؟ بره 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 بره. لم علينا عبيدك يا رب. حكومة! حكومة!
وفزي عارفه. الله الله الله، الناس راحت فين يا بوب؟ انا مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه الفلوس؟ شيخة خطرتيني، فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس النهوف فقلب تجيب جوزك سبع. خفت يكونوا السنة واخر امي. لا السنة منين اهو في جيبي اهو. بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبينج. انت ناكل نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. على فكره السفره دي كلها جايه دليفري من دبي. والراجل جايب الفزم من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. بموت بضحكه الكابوريا اللي انت بتعملها دي. خليك قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفن 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 طفن. ايه ده؟ طفونة يا بابا، طفونة. خد عفونة مش طفونة. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عيب. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيله الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت بباريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماظ، يا لهوي الماظ. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. إيه هننفجر ولا إيه؟ لا أمال إيه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يعني لكم يعني لكم. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم مرة يعني لكم مرة بقلب دم. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي. ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال البو، انا حاولت اعتذر لهم 100 مره مفيش فايده، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس، بقول لك مفيش فلوس، اغنيها لك مفيش فلوس على الهوا، مفيش فلوس على اللي. اقول لك ايه؟ نشفه نشفه زي الموت. نشفه يعني ايه يا لمبي؟ الله، ايه يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب